هل ترغب في البقاء في المنزل؟ سنريك اليوم كيفية إقامة حفلة منزلية رائعة. عند إقامة أي حفلة يجب الاهتمام بأهم عنصر، ألا وهو الطعام. ستكون هذه الحفلة مذهلة، ألا تتفقين يا بيلا؟ خاصة مع كيكة لذيذة كهذه، لكن تقطيعها قد يصبح صعباً. بحذر. لا! لم تلمسها يدي قط. هذا أمر متوقع الحدوث. توقفي، أنا على وشك تسهيل الأمور هنا. هذا الملقط يقطع شرائح متساوية. أترين؟ الآن يمكنك تقطيعها بالتساوي. تأكدي فقط من غسل الملقط بعد التقطيع. من كان يعرف أن تقطيع الكيك قد يكون بغاية السهولة؟ إن كان بإمكان فيكي فعل ذلك، فيمكن لأي شخص فعلها. واو، انظري إلى كل هذه الحلويات اللذيذة. لا شيء يضاهي حفلة البيجامات. ما مشكلة التلفاز؟ ماذا؟ هل انفصل من المقبس أم ماذا؟ سأتحقق منه؟ لا أعرف، لابد أنه تعطل. لا يوجد لديك تلفاز آخر، صحيح؟ لحظة، ربما يمكننا الاستغناء عن التلفاز. هل أثرت اهتمامك؟ حان الوقت للتفكير خارج الصندوق، لكن يجب أن أفرغ هذا الصندوق أولاً. وجدتها! انظري كيف تبدو أسناني كبيرة! حسناً، لنبدأ العمل. على جانب واحد، ارسم فتحة باستخدام العدسة المكبرة، ثم اقطعها بحرص باستخدام مشرط. هذا مكان العدسة، سيثبتها الغراء الساخن في مكانها. أعد الصندوق إلى وضعيته، ثم اثني مشبك ورق حتى يبدو بهذا الشكل. يمكن لمشبكين حمل هاتفك. ضع الغطاء وانتهيت. أصبح لديك جهاز عرض فيديو حقيقي. هذا المشهد مليء بالتشويق. هذا هو أفضل جزء. وعادت حفلة البيجامات يا عالم. لعب أوراق اللعب نشاط ممتع في أي حفلة، بالاعتماد على ما بيدك بالطبع. يجب أن أغمسها في هذه الصلصة. لنرى هنا. أهلاً، انتبهي يا بيلا. لقد انسكبت الصلصة. ما هذه الفوضى؟ حادث متكرر في الحفلات. لقد كانت حادثة، أقسم لكما. يا له من موقف محرج. أتمنى لو كان لدي أطباق أفضل للصلصة. لا أستطيع الذهاب للتسوق الآن. مهلاً، قد يؤدي هذا الوعاء الغرض. ضع وعاء الصلصة في وعاء رقائق البطاطس، لكن أخفي ساقه بالمزيد من الرقائق. يبدو الآن مثل صحن مصمم للرقائق والصلصة. أجل، انظر لكل هذه الصلصة. يبدو شهياً. حسناً يا رفاق، أنا مستعدة للجولة الثانية. على رسلكم، غمسة واحدة في كل مرة. لذيذة. لنتوقف عن الأكل، فلدينا لعبة هنا. أوه، بدأت أشعر بالدوار. أنا أستسلم. من المؤسف أنه لا يوجد لدينا هيليوم. لقد كنت تبدين كالمجانين. نفخ البالونات مريق للغاية. مهلاً، كانت هذه آخر علبة كولا. في الواقع، قد تكون هذه العلبة مفيدة. لهذه الحيلة، أزل غلاف القارورة. خذ الغطاء وارسم مربعاً عليه، واقطعه بحذر باستخدام مشرط. اقطع رأس بالونة المفرغة، واقطع الآن هذا الجزء الأوسط، ثم اقطعه إلى نصفين مرة أخرى. ضع هذه القطعة الصغيرة فوق الغطاء، واستخدم الشريط اللاصق لتثبيتها. أجل، استمر في لصقها.
والآن أعد الغطاء إلى القارورة. ضع المزيد من الشريط اللاصق حول الغطاء. باستخدام مقص اثقب فتحة في جانب القارورة. ضع بالونة على الغطاء وضخ الهواء في البالونة بيدك. انظر إليها، بالونة منفوخة. بدأت أشعر بروح الحفلة. لا حاجة للإغماء أثناء نفخ البالونات. لنرى ما الذي بقي علي فعله. انتهيت من التزيين. سأتذوق الطعام. انتهيت من إعداد الوجبات الخفيفة. لكن ماذا عن الموسيقى؟ هل هذا الشيء مشغل؟ لا يصدر منه أي صوت. لا يمكنني إقامة حفلة بدون موسيقى. هيا اعمل أرجوك. ألغيت الحفلة يا ناس. بعد كل عملي الشاق كيف يمكن أن يحدث هذا؟ إنه أمر محزن للغاية. بلى، هل يمكن لهذا الشيء أن يساعدني في تضخيم الصوت؟ يمكن لهذا الكوب مساعدتي أيضاً. اصنع مكبر صوت باستخدام لفة مناديل ورقية. أحضر الشريط اللاصق وغطي الكرتون بالكامل، ثم اقطع شكل مستطيل من المنتصف، ثم خذ كوباً ورقياً واقطع دائرة منه هكذا. الآن اجمع القطع معاً. يجب أن تبدو بهذا الشكل. وفي النهاية أدخل الهاتف واضغط زر التشغيل. حسناً، هذا هو أملي الأخير. ستستمتع بلا بالرقص هذه الليلة. احتفظي بهذه الرقصات للحفلة. بكي، انظري إلى مفرقعات الزينة التي اشتريتها. ستنفجر الآن. لقد باعوني مفرقعات معيبة. ربما تحتاجين إلى المزيد من القوة. هيا خذيها. إلى متى سيستمر في الذهاب؟ ليس من المفترض أن يحدث هذا. ابتعد عني. هل هذه بالونات؟ ربما يمكنني صنع مفرقعات زينة بنفسي. اقطع رأس بالون مفرغ من الهواء، ثم ضع فوقه لفة المناديل هكذا، ثم أحضر شريطاً لاصقاً مزدوج الوجه ولفه حوله. يمكنك إزالة الطبقة الخارجية الآن. ضع الآن ورقاً ملوناً حول اللفة واسحب البالونة لنثر الزينة. وبالحديث عن الزينة، أسقط القطع الصغيرة الملونة داخل اللفة مباشرة. ضع قطع ورق بالون بألوان مختلفة أو جليتر. هل أنت مستعدة؟ انطلقي. كان ذلك ممتعاً، افعليها مرة أخرى. مرحا. نفخ البالونات مهمة مرهقة. هل يمكنك مساعدتي يا فيكي؟ سأساعدك بعد قليل. حسناً، بعد أن أنتهي مباشرة من وضع المكياج. واو، تبدو هذه البالونات جميلة يا بيلا. أين اختفت البالونات الملونة؟ هل هذه البالونات كل ما تبقى؟ ما الذي سأفعله الآن؟ حسناً بيلا، أنا جاهزة للمساعدة. بالونات بيضاء مملة للغاية. ربما يمكنني إضافة بعض الألوان أو القليل من الجليتر أيضاً. كما يمكنك استخدام كل هذا الترتر الجميل. ما عليك سوى وضعه في البالونة الفارغة. ضع العدد الذي تريده من الألوان، ثم انفخ البالونة. واو، تبدو وكأنها تتراقص. احذري من شفطها يا فيكي. انتهيت. وإن فركت قماشاً على البالونة فسيلصق الترتر بسطح البالونة. واو، هذا عمل فني حقيقي. يبدو شكلها رائعاً. يمكنك حتى استخدامها لنثر مفرقعات الزينة. يضيف الصوت لمسة رائعة. هل تعتقد أن لديك ما يلزم لإقامة أروع حفلة منزلية؟ شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ولا تنسى الاشتراك في قناة 123 Go على اليوتيوب لتشاهد المزيد من الحيل والأفكار الرائعة.